من أغرب الأمراض اللي ممكن تسمع فيها وايت كوت سيندروم. قبل ما أكمل وأشرح لك شو هو الوايت كوت سيندروم، هذا بصير عند الأدلتس مش عند الأطفال. الوايت كوت سيندروم معناته إنه بني آدم بتقيس ضغطه في المستشفى بيطلع مرتفع، بتقيس ضغطه في البيت بيطلع طبيعي. هذه الحالة مشكلة لأنه 5% من الناس بيتم تشخيصهم على إنهم مرضى ضغط وهم ما معهم ضغط، وبكون السبب هذا الإشي، وممكن يتلقوا علاج وبجرعة عالية وبدون لزوم أصلا، لأنه الطبيب بقيس ضغطك بلاقي مرتفع، بعطيك دواء بعد فترة بترجع ما نزلش، برفع لك الجرعة وانت أصلا مش مريض ضغط أساسا. هل هو خطير؟ طبعا بعض الناس المصابين بهذا المرض لو صار معهم ضغط عن جد رح يطلع ضغطهم إلى مستويات أكثر من باقي مرضى الضغط. عادة الناس الأكثر عرضة هم الأشخاص اللي فوق 50 سنة اللي تشخصوا حديثا بمرض الضغط، هذول بكون عندهم هوس إنه كل 5 دقائق بدي أقيس ضغطي. الناس المصابين بالسمنة وزيادة الوزن، غير المدخنين بالذات، لأنه هذا بكون من جن أنا ما بدخن وما بعمل وما عندي ريسك فاكتور، كيف صار معي ضغط؟ المرض منتشر لدرجة إنه قد يصيب 15-30% من مرضى الضغط الموجودين في العالم، ومن خطورته ومضاعفاته أنه ممكن يسبب تصلب الشرايين وأحيانا الوفاة. شو السبب؟ خوفك من أنك تشوف النتيجة ويطلع ضغطك عالي، فبتضلك تفكر. ودائما أنا بحكي لمرضاي ولا بقيس في الضغط، لا تطلع على الجهاز ولا تفكر في الضغط. كيف بنشخص هذا المرض؟ لازم تقيس الضغط 3 مرات على الأقل في العيادة ويطلع مرتفع فوق 140/90، في نفس الوقت تقيسه في البيت 3 مرات ويطلع أقل من 135/85.